بيحتفل بيه كل عام، وطبعا العالم كله بيحتفل بيه سنويا كل يوم 22 أكتوبر، وده وسط تحديات بتواجه الفتاة والمرأة في العالم الثالث، طبعا العالم الثالث على رأسها الزواج المبكر، الختان، التسرب من التعليم، وغيرها من المشكلات اللي بتواجه كل الفتيات. التفاصيل هنشوفها من خلال التقرير اللي جاي. الصغار حتى لو ما كانتش في مدرسة، مع الاستمرار في كفاح كافة منظمات المجتمع المدني في منع وتجريم زواج الأطفال. وأيضا اليوم العالمي للفتاة يوم 12 من أكتوبر من كل عام كما حددته الأمم المتحدة، واحتفل به عدد من الأساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس بساقية الصاوي. احتفلنا النهاردة باليوم العالمي للفتاة، المقصود بهذا اليوم ان احنا بنعمل عملية تمكين للمرأة، بندي لها حقوقها، بنقول للناس حاسبوا ابعدوا عن التطرف والعنف تجاهها، بنعمل التمييز اللي موجود عند المرأة، بنقول للناس خلي بالكم مفيش تمييز دلوقتي زي ما بتقول الأغنية البنت زي الولد، فندي لها كل حقوقها ومكتسباتها. فيعني انا بقول ان مصر فيها مجموعة من الافكار الاجتماعية البالية والمتوارثة اللي احنا عملناها اصناما تعبد المتعلقة بالمرأة، زي اختنا الاناث على سبيل المثال، زي العنف اللي بيمارس ضد المرأة، زي الطلاق عمنا على بطال. كويس ان اتعمل ندوة زي كده او موضوع مؤتمر عن اليوم العالمي للفتاة، دي رسالة كويسة عشان توصل للعالم التاني، نقول لهم ان احنا مش عنصريين قدام مع الفتاة او مع الانثى بشكل عام يعني. وزي ما تعرفي ان احنا في دولتنا دلوقتي في الدول العربية ان السلاح المرأة شهادتها، انا دايما بقول ان سلاح المراه هي شهادتها، فلازم انه يكون متعلمه وتوصل، اما مالها او شهادتها فالشهاده احسن حاجه يعني. الابتكار هو ضمان التعليم، الشعار الذي اتخذه اليوم لهذا العام، الامر الذي يعكس تركيز المؤتمر على التعليم للفتيات بشكل خاص وضمان حق التعليم للاناث. محتاجة فعلا طرق جديدة، لأن عدد الأطفال أو الفتيات في الفصل الواحد ممكن ما تعداش 10، فعايزين نفصل فصل دراسي على قدهم بجيب كل الأطفال من سن تقريبا 9 لـ13 أو أقل من كده كمان، وكلهم في فصل واحد ونبتدي مع بعض نعلمهم تعليم إلزامي، يعني زي أولى ابتدائي، ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، وممكن يترقى في التعليم لحد ما يخلص لحد الإعدادية، وبعد كده يلتحق بمدارس زي ما هو عايز. فالسنة دي التركيز على الابتكار في طرق التعليم لجذب الفتاة. عادات مجتمعية خاطئة تتعرض لها المرأة في المجتمعات النامية كالزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من التعليم، ومحاربة تلك العادات هو الهدف الرئيسي لهذا اليوم. نشوف الفتاة المصرية وبتواجهها من مشاكل ابتداء من أول الختان للتمييز في المعاملة بين الولد والبنت، للحرمان من التعليم، للعمل المبكر، تلاقي بنات كتير ماشية في الشوارع اللي بيبيعوا مناديل أو بيشتغلوا في البيوت، مقتنع البنت دي كمان 10 سنين أو 15 سنة هتشتغل إيه. نلاقي بعد كده مشكلة التزويج المبكر، البنت اللي هي بتتجوز وعندها 10-11 سنة، مشاكل كتير بتواجه الستات حتى ابتداء من التحرش، الانتشار، حالات الاغتصاب. في مشكلة إن احنا لازم نركز أكتر مع الفتاة والمرأة بصفة عامة. احنا بنقول إن المرأة عدديا هي نصف المجتمع، بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص التاني. الفلاسفة دايما قالك لو انت علمتي راجل فانت علمتي فرد، بينما لو انت علمتي ست واحدة يبقى انت علمتي أسرة كاملة. ونحب نقول لكل فتاة كل سنة طيبة. المرأة نصف المجتمع، ومراعاة حقوقها ضمان تقدم وتحضر المجتمع الذي تعيش به، ولذلك تحرص كل الهيئات المختلفة على حصولها على تلك الحقوق. أكيد طبعا احنا كلنا عارفين ان في عدد كبير من المواطنين بيطالبوا الحكومة المصرية برفض وقطع المعونة الأمريكية، مؤكدين ان المصريين يقدروا على جمع تبرعات تغنيهم عن هذه المعونة او غيرها.